أكيد كلكم شفتوا الفيديو الماضي شو اللي حصل. لما إجا عندي أيهم وطلب مني إني أساعده عشان يطرد الروح الشريرة اللي كانت ساكنة كوخ جده، وإني أنا حذرته بس هو كان مصمم. وبالفعل أيهم راح على الكوخ وقتل الروح الشريرة وقضى عليها، بس للأسف هو قتل الروح الشريرة الخادمة. بس الأميرة زمرد بنت ملك الجان الأعظم كانت لسه عايشة. وقتها ضربته بضرب من نار ورمته بالغابة. تعالوا نشوف شو اللي صار، وهل أيهم نجا منها ولا لا. أيهم، يا أيهم، أيهم لساته عايش، خليني أنقله. إن شاء الله راح أعالجك. وهسه راح أحضر لك الخلطة السرية عشان أشفيك فيها. أنا راح أشفيك إن شاء الله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك. أعيذك بكلمات الله التامة لك. هيك شوي بعديها راح ارميك في بير النار. بس تعال ادخلك في البير، لازم تقعد شهرين وبعديها بتكون تعافيت بإذن الله. انت هيك تعافيت يا ايهم؟ انا بتذكر اني قضيت عليها هاي الروح الشريرة. لا، قتلت خادمتها. الروح الشريرة كانت زمرد بنت ملك الجان الأعظم، وانت ما قدرت عليها. أنا ما بهمني هذا الحكي كلياته، أنا راح وقتلها وأبوها كمان. صعبت فرصة، أنت عشت فرصة ثانية، روح وعيش بسلام. لا، أنا مصمم إني راح أقتلها هي وأبوها كل اللي تابعين لها. إذا أنت بدك تساعدني ساعدني، إذا ما بدك تساعدني أنا بدي أروح وأقتلها لحالي. إذا أنت كنت مصمم لازم يكون معك ثلاث أشياء عشان تقدر تقتل زمرد. شو هم الثلاث أشياء؟ أول إشي الفرعونية. شو هاي الفرعونية؟ هاي عبارة عن ورقة مكتوب فيها طلاسم بتعمل حواليك حالة بتحميك من ضربات زمرد. حلو. والشغلة الثانية؟ الشغلة الثانية السلحفة الذهبية اللي راح تمنحك قوة انك تقدر تمسك زمرد بدون ما تحرك بناقة. ايش هي؟ مولعة؟
هاي زمرد بنت ملك الجان الأعظم مخلوقة بالنوار. ما بهمني بنت مين. والثالثة؟ والشغلة الثالثة سيف ملك الجان الأعظم ما بتموت إلا فيه. خلاص تمام. أول شي رح أروح أبحث عن الفرعونية اللي قلت لي عنها، بس هي وينها؟ الفرعونية بتلقاها مدفونة في مقبرة الفراعنة، في جدار بس تدخل المقبرة جدار من نار، رح أعطيك رمل بترميه على النار، بس تطفي النار تحفر تحت الجدار تلقى الفرعونية. بس تقرأ الطلاسم بصير عندك هالة تحميك من ضربات زمرد. خلاص تمام، هيني رايح ألاقي الفرعونية. وصلت المقبرة بس وين الجدار اللي مولع كان؟ هي جدار مولع، خلنا نروح له. خلنا نرمي عليها الرمل السحري. هي طفات، خليني أدور. هيا هو نتوقع. هيا هيا يا اخوان. نعم هيا هون سخنة. هيا هيا خلنا نشوف شو فياتها. فياتها الجريدة هاي، خلنا نشوف شوفي جواتها. هاي لغات غريبة، شينوا هم شينوا.